ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاثنين 25/7 يوليو/تموز 2022. اليوم مناسب جدا ورائع جدا من حيث اليوجا ليك، هتحقق من خلالها نتائج مهمة جدا لكل مواليد الجدي. هيبدو اليوم انك منشغل للغاية بالنسبة لكل المواليد، هتشعر من خلاله بتعب جسدي بسبب عبء في العمل يعتبر مفرط، خاصة في اللي بيتعلق بالتمويل. هتكون قادر علشان تعزز مركزك المالي، ممكن يواجه كل الموظفين شوية من المشاكل، هتتغلب عليها وعلى كل مشاكلك بذكاء اكتر. الجهود اللي بتعتبر مبذولة هتسفر عنها نتائج حلوة جدا، وهيكون فيها امكانيات حلوة علشان تحصل على نقل وظيفي. لجانب الدخل اللي هيبقى عندك، هيبقى فيه احتمالية علشان تزيد الدخل بالنسبة لي. خليك مستعد اكتر علشان تتقدم وتتكرم اكتر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيبقى القمر في الجوزاء مشغول وبتتحرك من خلاله في المساء، هيبقى بنشعر بفضول اكتر بشكل خاص، هنقضي وقت اطول من المعتاد في اذهاننا. هيبرز القمر في الجوزاء حاجتنا اننا نحافظ على تحفيز الحاجات اكتر، حتى لو كان ده بيعني التنقل من مشروع لمشروع تاني، هنكون عقلانيين ومنطقيين ومتواصلين، هنسعى لاتصالات اكتر وانشطة اكتر، هتبقى بتحفزنا وبتلبي حاجاتنا ورغباتنا للتنوع والمعرفة اكتر. بيتجه القمر نحو السرطان الواقعي والعاطفي في المساء، هنبقى بنسعى لمزيد من الراحة والألفة لما يبقى بيتأكد القمر السرطاني على ارتباطنا اكتر ومشاعرنا اكتر. بيشجعنا العبور ده علشان نركز اكتر على نفسنا ونتخلى عن كل التفكير الزايد، هنبقى بنفضل راحتنا على اننا نرضي فضولنا. خلينا مستعدين لتدخل القمر في السرطان في اليوم ده.